ديرو من عينك ديال كما قالت ملويه وغادي تكون عند المشاهده وغتكون عندها المشاهده. اذا تفرشتوا الناس غيبقاو حاضينكم. واش غتبقاو ديما مستمرين على هذا الموضوع؟ هذا استمريتوا غنستمروا وفقط هادشي اللي غادي نقول لكم. ما غاديش نخليوكم الناس تكرفصوا عليهم هاد التكرفصه هادي باش انكم تدبروا على مصاريف. نوضوا خدموا خصوصا الناس الرجال اللي بسميتو نوض تخدم على راسك، ولا اللي في اوروبا نوض يخدم على راسه. بركه ما تكلبلوا على فلوس اليوتيوب. السلام عليكم خوتي خواتاتي، في يوم جديد وموضوع جديد. الموضوع ديالنا اليوم كيف شفتوا في المينياتور على واحد السيده مغربيه اللي هي ملاعمه البدويه. هاد السيده اللي يعني كنشوفها واحد المراه مناضله مقاتله في سبيل عائلتها امتها. يعني هاد السيدة انا طبعا المتتبعين ديالها اول ما فتحت القناة ديالها، صراحة ملي كانت في القناة الاولى ما كنتش من المتتبعين ديالها، ولكن ملي دارت القناة ديالها راه الله شاهد عليا لحد الان انا من المتتبعين ديالها. يعني كيعجبني المحتوى ديالها عفوي. كدير فلوغات يوميه شنو كدير هي وعائلتها، ولا كيفاش وليت من المتتبعين ديالها حيت تعرضت لواحد الحقرة من طرف القناة الأولى اللي كانت فيها هي، ولحد الساعة كتعرض لهجوم. يعني أخوتي والله شفت واحد الفيديو من داك الفيديوهات، يعني تا واحد الطريقة ديال الكريتيك فيها مسكينة، يعني كتحس بها يعني هذاك اللي يهضر واحد الطريقة الحسد والغل باينة غير من يعني كي يحاور ولا كي يهضر فيها كتحس بكاينه واحد. واش انت اخويا قيل فهمتي قيل في واحد الحانوت فوق البريزات وهذا وما عندك ما دير نهضر في الناس؟ لا اخويا دير شي حاجه ديالك، هضر في شي موضوع اللي يصلح للمجتمع، ما تهضر في شي موضوع وري للناس شي حوايج ما شايفينهاش. ما عندش قنوات يعني بغات تطلع على حسابها، مثلا هانتوما كتشوفوا هنا 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 هانتوما حيد عليا، هانتوما شفتوا هادشي يعني ولا لاحظتوا عاودوا شوفوا حتى المشاهدات اللي مقارنة مع المشاهدات اللي كدير هي، هانتوما اللي كتشوفوا. قالت لها واخا تصاوب غير ملويه راه تجيب فيها المشاهده. ومؤخرا وصل الاخت فاطمه الزهراء بليز تنحييها من هذا المنبر، وشكرا دائما على المحتوى ديالها اللي ديما هو هادف. هانتوما نخليكم مع هذا الاوديو اللي وصل الاخت فاطمه الزهراء بليز. سلام فاطمه الزهراء، كي درتي فاطمه الزهراء؟ لاباس؟ كيف بقيتي؟ كيف درتي شويه؟ كيف بقات العائله؟ كيف بقى مول الدار؟ كيف درتي مع الصحيحه؟ كنطلب الله وكنترجى الله وكنرغب الله يعطيك ربي على قد قلبك، وتكوني ديما في القمه، وتكوني ديما انت العليا، وعاطيك الله موهبه من عند الله تعالى وتبارك، عاطيك الله هذه الموهبه بحال اللي بغيت نوصل لك ما فهمتش. عاطيك الله انت مرا، وعطيك الله فيك بحال شي بحال اللي بغيت نوصل لك فيك 10 رجاله، انت مرا وفيك 10 رجاله بحال هكا بغيت نقول لك. وتبارك الله عليك فاطمه الزهراء. غندخل معك الحبيبه ديالي في الموضوع. يا فاطمه الزهراء اللي رغبتك وترجيتك وقلت لك صيفطي لي القناه ديالك نهضر عليك ويدعموك المشاركين ديالي، رغبتك وقلت لك صيفطي لي فاطمه الزهراء القناه ديالك ونرغب المتتبعين ديالي يشاركوا عندك وتطلعي. وكنعطيك صحية كنعطيك صحية كنعطيك صحية كنعطيك صحية. قلتي لي لا، انا دفعت عليك ماشي باش تدعميني، دفعت عليك على الحقرة اللي حاقرينك، سمعتيني؟ وما قلتيها ليش قدام الناس، قلتيها لي في التليفون غير بيني وبينك. اذا انت ما كتجاملي حتى واحد، وعندك تقولي كنقول لك هذا الكلام على شي حاجة باش تدافعي عليا.
انتي مرا طيبه وانتي بنت كتهضري في الحق سمعتيني، وما عمرهم الحقوق واخا يكونوا طالعين اكثر منك. انتي كتهضري بواحد النكهه بوحدك، النكهه ديالك بوحدك، ما عندنا غرض. وقلتي لي لا انا غنخدم على قناتي ونتقاتل على قناتي تنطلعها، وما بغيتيش تسيري القناه ديالك. دابا نحيدو انتي من الهضره ديالك. انا دابا قالك مولات الزبانه ما تفرجش فيها، وما كنتفرجش فيها، وعمرني ما نتفرج فيها، عمرني ما نتفرج فيها. انا قال لك انا كنشد 40000 ريال في الدعم، يخرج غنقول لك يخرج شي واحد يقول كنشد 40000 ريال نقولها، وانا بحال اللي كنقولها، ولكن يقدر يخرج واخا ما شاد واخا ما عاطينيش يقول له عطيتها. ياكي انا عمرني ما دعم شي واحد بالفلوس، عمرني ما دعم شي واحد بالفلوس. اللي جاب لي شي كادو، اللي بغى يدور معايا كنشد، اللي قال لي مثلا هاكي واحد 4000 ولا 3000 ولا هذه كنشدها، وكنقول له ما شفتش فاش تحلف عليا كنشدها، ولاني 40000 ما كايناش، و 30000 ما كايناش، وما كنخافش. ومن الفوق اللي بغى الدعم يجيب 40000. يلا لحقاش نوبي على هاد الناس اللي ردوني كنشد 40000. سمعتيني، انا القنوات الصغار كنزيدهم لقدام بلا 40000 بلا مقابل. هذيك اللي دارت لي الجلابه ما جاتش لعندنا، دعمناها وهي بعيده، دارت لي الجلابه، قالك المتتبعين ديالها قالوا هذه لي الجلابه. هذيك نوال اللي طحتهم وطيحتهم في ركاني وقلاتهم بالتيت ديالها وبالتاويل ديالها وبالصمق ديالها، هذيك عاوتاني قالتك المتتبعين ديالها قالوا لها ديري لامي نعيمه الجلابه، لحقاش انت طرازه، وهي كتقولها بالفيديو. وقلت لها ما تفصليليش الجلابه وقالت لي نفصلها لك، ما يمكنليش انا شي واحد اللي بغى يعطيني شي كادو نقول له لا. حتى واحد ما كيجري على رزقه افاطم زهره، حتى واحد ما كيجري على رزقه. وبنت خويا سمحي لي فاطمه زهره كنشرب الماء، بنت خويا قالت لي اخا عمتي مشيت عند خوتي ودقيت على خوتي ورغبت خوتي ورغبت حبابي، وهنا كنقولها قدام امام الشاشه، وجلاوني وسبقوا عليا وقالوا لي ما ندعموكش، وقالوا لي انت غير عربيه وانت غير مشمركه مش هذيك شمكاره وانت دايره. فاش جات عندي انا علقوا عليا وقالوا لي ليدات اختها غديروا لك هي، ولاني لا ما جيتهاش، حليتها باب داري وقلت لها انا زعما انا كنت نعرف الناس يبغيوك ندعمك، علاش لا ما ندعمكش؟ ودعمتها وبالاذن الله ماشي ديالي، شاركوا معها الناس وعجبتهم بالبساطه ديالها وبالتمسكين ديالها، وماشي غنشكرها حيت بنت خويا، لا بنت خويا فيها 10 رجاله كدبر وكتوكل ولادها خدمه الحلال. قالوا لها راكي شريتي الدمليج ووريتينا الطوموبيل مهرسه، ولاني هي شريت الدمليج بالفلوس ديال الخلصه ديال يوتيوب. فاش فعلت لها القناه وطلعت لها القناه وعرفت راسها غتبقى تخلص، عاد شريت لي الدمليج، وانا قدامكم كنقول لها لا شري لي غير خويتي، منين حلفتي ديري لي الذهب؟ هي حلفت دير لي الذهب، ومتتبعه من دار البيضاء سميتها عزيزه، شيوات عزيزه ام اكرام، حلفت دير لي الكورميت ديال الذهب، وهنا كنقولها لك شيوات عزيزه ام اكرام، وقلت لك لا ما ديريليش الذهب، وقلتي لي وعدتك امي نعيمه هذيك اللي في الدار البيضاء وهداك تتخلص من القناه الا كنت دايره لك الكورميطه بالفيديو، وقلت لك لا عزيزه انا غير الصحبه ديالكم باركت عليا، غير المشاركه ديالكم باركت عليا. وجات عندي عزيزه ام اكرام وتقدت حاجه انا ما كنكرش، وبالضبط تقدت حاجه وجابت غداها وجابت ولادها، واش انا ملي كتقدى كنت معاها؟ انا كنشد الشواكش، انا كنشد الصرر، انا كنشد الحوايج، انا كنشد القناضر. انا اللي دار لي شي كادو انا مستعد نشدو، قال لك الهديه بليا، ويلا طاحت في بنات الشواد كنردوها متنيه، وحتى واحد ما كيجري على رزقه. ما يمكنش شي واحد يدق في الباب ويجيب لي شي كادو وردو عليه، ما يمكنش شي واحد يدق في بابي ويجيب لي دره وردها عليه. انا غير مي درقت في الحوايج من عند المتتبعين ومن عند اللي كيجيو عندي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. امي اللي دارته اللي عرف امي كله، كساتها هذيك سميتها سلمى باجو، شراتها تليفون عمرها ما قالتها في اليوتيوب، شراته لامي، ياك هي ما قالتهاش انا كنشد بيها. هنا شرات امي بيجامه وشال، شرات لبنتي جلابه،
هيا تخش تقول لي شحال عطاتني الفلوس هنا بلوك، لا تقصرش وما ولا رحمتني الهلال لا يرحمها. لما تخرج تقول شنو شحال الفلوس عطاتني، يلا تخرج تقول شحال الفلوس عطاتني. تصرفنا بيناتنا تغدينا مجموعين، لا جات كتجيب شي حويجه في يدها، عرفت عليا دارها كليت وشربت، ما كيهمهمش. ناكل بسطيله، ناكل دجاج مكتف، انا مازال طالع التطوان وغيديروا لي العرضه بالدقيقيه، ومازال غادي لطنجه وغيديروا لي صدقه بالدقيقيه، ومازال غنمشي للمدون وغيشوفوني فاش غنعيش، والناظور معيط لي وقالوا لي المفاجاه ديالك غنردوك عاد عروسه وغتزوجي. وهذوك اللي ما باغينيش نمشي لدوك الغرايض يتابعوني ويشوفوني، ولاني ما فيهمش النفس. انا على من ما خرجش نعايل هاد المنتقدين؟ قولي لي على من اختي فاطمه الزهره، ما خرجتش على المتتبعين دياولي، على الحباب دياولي اللي طلعوني، على الحباب دياولي اللي كيبغيوني، على الحباب دياولي اللي بدلوا لي المرتبه ديالي، على وليداتي اللي كيتابعوني وكيديروا لي ابوني، على الدول الخارجيه اللي كلها كتموت عليا، الدول الخارجيه باسرها، المغرب الله يكثر خيره. انا عمر الجزائريين ما دخلوا شي تعليق وقالوا لي يا الحراميه ولا يا الكذابه ويا لا شي حاجه، ديما الطوب في الطوب منعمه، احنا معاك حتى المليون. انا هذوك اللي كينتقدوني غير اللي طايحه لهم القنوات، وهذوك اللي كينتقدوني انا كلمه واحده نقول لك يا فاطمه الزهراء، الا كانت امها مراه ومرموره وكتقول هي ولدتها امها وزغرتت عليها، ما تهضرش في الموضوع ديالي. لحقاش قناه معلومات راه هز لها النقط بالستيلو، لقاها ملي كتسبني كيطلع لها ليفي، ملي كدير رسينات ديال الدار كيهودوا لها ليفي. دابا هي على من لاقيها الحر، لاقيها الحر كتعرق لي باش تطلع لها ليفي، يا كنتي كتعرقي لي يا كنتي كتسبيني. اش غنقول لك، بغيت نهضر معاك بالحراره واخا ما قالناش، بغيت نهضر معاك بالفرنسويه. جوطين فوكو جوطين فوكو جوطين فوكو، بغيتك يا الحراميه، بغيتك طلعي القناه بالمحتوى. انا قلت لي ما عنديش محتوى، انا الفيديو ديالي بالامر الله ديما في الطوندوز، ولا نمشي غير الكانون ندير ملويه، وانت فين راكب؟ ياك انا ما قارياش، انا طماعه. اللي جاب الكادو غنشدو، واللي جاب اللبس والخارج كله مصيفط اللباسي، وها المراه مصيفطه لي من الصباليون شنطه العبايات غير كل وحده بستينال كادو بدون مقابل، ما عندهاش القناه. وانتم غنوريهم لكم، والناس مصيفطه القهوه وسايف في السياق وكيقولوا لي هذيك غير خصها تطلع في القناه باش تلحقك، وانت عمرتي ما غتلحقيني وعمرني ما غندعمك. تما تجلسي تما تجلسي تما تجلسي، يا كانك حلا وشينا وما قارياش، كسبي المتتبعين ديالي، كسبي المتتبعين ديالي، كسبي الجمهور ديالي. وهاد الاوديو عطيته لولد اختي وقال لي ما نحطوش، خلينا نهار الله وحسبي الله ونعم الوكيل، ولاني انا عطيته لفاطمه الزهراء تحطه، ولا ولد اختي غيداز معايا. قال لي خليها تقول لي بغات، حنا انا كنشد ربعينات، كنشد ربعينات، انا اقسم يتمينا اقسم يتمينا، ولاني ما نحلفش الا عمرني شديت الربعين ولا 30 ولا 20، ولاني ما نحلفش على شي واحد الا جا عندي وعطاني 4000 ولا 2000 تنشدها وتستلم. انا جاو عندي الناس ما عندهمش قنوات، جاو غير العين كيصدقوا، جاو عندي الدراري عطاوهم 6000 لواحد ما عندهمش القناه، عرضها لهم قالت حنا باش الناس حاجه عطيها ديال الدراري. انت اش كيهمك؟ اش كيهمك؟ كتقولي لهم انا عارفه الحولي تذبح عليها، انا عارفه الحولي تذبح عليها، ماشي الحولي تذبح عليها في داري كيما كتقولي انت. الحولي اللي كتقولي لهم ذبحوا عليها الحولي في دارها، الحولي باركت لي فيه نوال في دارها، بلعت لي باركت لي في الدرع الفضي، ونوال غتبقى بنتي ونوال غتبقى اختي بدون مقابل. نوال اكيد ملي مشيت معاها الموزار ومشيت معاها هذوك الفيديوهات دعمتها ايه، وما قلتهاش عطيني، ولاني هي تهلات فيا بلا ما نقولها لها، انا عطيني عمري ما كنقولها، ولاني هي عارفه صوتها من جنبها، دعمتها تهلات فيا، عرضتني كليت وشربت، وانت اش كيهمك؟ انت عمرك بيني لنا انت شي واحد في عائلتك عارضك؟ بيني لنا شي واحد في عائلتك عارضك؟ ياك قلت لي انا كنصاوب غير بالطمع، قلت لي كنصاوب غير بالطمع، انا طماعه، انا لالا كنتخلص من اليوتيوب، وديك الخلصه اللي كنشد انا عمرك ما تحقيها، وعمرك ما تحسبيها،
كتحسبيها الا بقيتي كتسبيني، الا بقيتي كتسبيني اكيد غتحسبيها. انا طولت في هاد الاوديو، طولت الاوديو، ما يمكنش لي تبقى تصنت على هاد الاوديويات. لا، وانت الا كنتي مراه راه قال لك احفظ المعلومه، جمع لك النقاط في ستيلو ودخلتي عنده التعليق قلتي له هالعرة ما بعد مني، بحيث قهرك قهرك، كيعطيك كيعطيك الشوكه ديال كنقولوا لها بيسيلين، كيعطيها لك العظم ملي كيدق لك الشوكه في العظم. دخلتي التعاليق قلتي له، انا كلهم القنوات كنسامحهم، كنسامح مولات الماسك، كنسامح سليمه، كنسامح كاع دوك القنوات اللي كيسبوني. هذوك اللي كيسبوني كنشوفك كتسبيني كيتبعوك، ما عندهم مساكن ما يديروا، ساهم القنوات عندهم طايحه. كلهم القنوات اللي كيسبوني كنسامحهم، وانتي لا سماحه لا غفران حتى لديك الدار ونتحقق انا وياكم. لا سماحه لا غفران حتى لديك الدار ونتحقق انا وياكم. لحقاش رغبني وقال لي كنطالب منك المسامحه وسمحت ليه فاش كنت مع قناه مربوحه، ودابا ولا عاوتاني بغا يطلع لي في. لا كنت راجل جيبها على دراعك، ما تلحقش بنعيمه بدويه. ما وشي الشيء اللي كتحكم عليا كتقول لي ما بقيتيش تعطي المحتوى في العربيه، انا غنعطي له المحتوى في العربيه وفي المدينه، غنعطيه في اي بلاصه. مازال غنسافر، عندي خوتي في تطوان غنمشي عندهم، عندي خوتي في طنجه غنمشي عندهم، عندي بزاف الناس عارضني من دول، من دول داير اللي قالوا لي لبرا الخرج، واش انا غنبقى ديما لاصقه هنا؟ ما يمكنليش. كما قالت سليمه باجو قالت لك ضروري نبقى تخدم وتخلص، راه غنمشي للقهوه تجلس. الله يكثر خيرها، واخا متعاركه انا وياها، قالت كلمة حق. ها انا صافي حاكم عليا تقعدي في الفران، الفران ما غايقولش شي واحد ديريه، انا كنديرو راسي، ولا اني لا جاتني عرضه ولا بغيت نشوف حبابي ضروري ساكنين في المدينه. سمعتيني وقولي اللي بغيتي، لا سماحه لا غفران. هذيك الفلوس اللي كتدي على ظهري كنطلبها لك تقاس لك في القلب. اش غنقول لك؟ ما نزيدش نهضر، غنضيع غنضيع على تهدرت، غنضيع. برافو عليك وشوطين بوكو كي قلت لك. هانتوما سمعتو، وكيف سمعتو هاد المرأة ولا هاد السيدة ما كتشرط على حتى شي حد، يعني إلا جاتها شي هدية راها كتقبلها، عطاها شي حد شي حاجة راها كتشدها. مال ما عمركم يعني سمعتوها هضرات على شي حد ولا جمعت في شي حد ولا ما عندهاش كدير محتواها ديالها؟ يعني كنحييها من هاد المنبر، وكنحيي الزوج ديالها السي حميد والام ديالها والنسيب ديالها ولد اختها زهير، يعني جميع سلامي وتحياتي لجميع العائله. وش غادي نقول لكم؟ الله يهديكم. ويعني هادشي راه ماشي ديالنا، كل واحد يدير المحتوى ديالو، دير شي حاجه ديالك. انا عندي قناه صغيره وما كنحاولش نكريتيكي في الناس ولا، ولكن بسبب هاد الحمله ديالنا للمحتوى الموسخ غادي يعني نحاول نهدموا هاد الهضره في الناس والكريتيك في الناس. دير اخويا محتوى ديالك، ما تدخلش للبيوت الناس وانت كتعرف كل شيء. هادشي اللي ما عجبنيش انا في هادشي، والله ما عجبني، حرام عليكم. مراه مسكينه متقاتله بسبب عائلتها وبسبب راسها ووليداتها، خليه الله يسهل عليها. صافي اللي عطاها شي حاجه راه هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو، راه ماشي هي راه ما بزات على شي حد باش يعطيها ولا قالت ولا حطات البيبال ديالها ولا هادشي ما كاينش. يعني علاش؟ الله يهديكم اخوتي، الله يهديكم. يعني الانسان يحاول يشوف شي حاجه ديالو، يحاول يديها في راسو، يدير حاجه ديالو، ما يبقى يكون نهار كريتيكي في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. راه هادشي كيتقيد عليك كيتسجل عليك، فهمتي؟ دينا ودنيويا وتا في الاخره وتا تبقى تا يعني الملايين كيشوفوك ولا الالافات ولا الدنيا هانيه، فجابوك غرب عين راه تبارك الله عليك. فلهذا خوتي خواتاتي يعني كنحاول نوصل غير واحد الرساله ولا هذا رايي الشخصي. يعني الانسان يدير الى عنده شي حاجه ديالو، ما عنده شيء يعطي راسو الراحه ويتكمش. فلهذا استودعكم الله، والسلام عليكم، وتال الموضوع الجاي والفلوق الجاي.